احنا بالنسبه لنا هذا القرار غير كافي، ونطالب الحكومه الاسرائيليه بان انزال اقصى العقوبات بهذا المجرم ومن ساعد هذا المجرم في احراق منزل اخي الشهيد سعد دوابشه، ونطالب بان تكون هذه الاحكام احكام رادعه حتى لا تتكرر ماساه عائله دوابشه مع عائله فلسطينيه اخرى. أحمد، إحنا لما إحنا جينا من المحكمة وأحكينا له أنه تم إدانة مستوطن في قتل عائلتكم، أحمد استفز أحمد وقال ليش واحد؟ هم كانوا أكثر من واحد، كانوا اللي شفتهم أنا في عين اثنين، واحد مسك أمي بشعرها ورماها على الأرض، والثاني مسك أبوي ورماها على الأرض وضربوهم وسكبوا عليهم مواد حارقة. المحكمة الإسرائيلية قصرت في تتبع من كان مع عمران بن أولوئيل ولم تتابع الأدلة حتى تدين مستوطنين آخرين في قتل عائلة دوابشه، حيث في البداية تم اعتقال 17 شخص، الآن يحاكم شخص واحد، وهذا بحد ذاته بالنسبة للعائلة بشكل مشكلة كبيرة. نحن من هنا عندما نتطلع من شبابيك منازلنا بنشوف المستوطن اللي طلع من هذول المستوطنين، وشركاء عمران بن أولوئيل ما زالوا ينشطوا في هذه المنطقة وما زالوا يشكلوا خطر علينا، في أي لحظة ممكن أن تتكرر مأساة عائلة دوابشه.